بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذان الأصلان في كتاب الله تعالى، في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صعوبة أنك توقف الولاد في مسابقة ولا؟ نعم، يعني اقعد يا شيخ عادل. هذا الأصل من القرآن ومن السنة يدوران حول موضوع عظيم من مواضيع العقيدة، ألا وهو السحر. السحر في لسان العرب يطلق على أحد أمرين: الدقة والخفاء واللطف، فيكون السحر في لغة العرب ما دق ولطف سببه أو خفي سببه، ومنه قولهم السحر لأنه في الخفاء، والسحور أيضا لأنه يؤكل في الخفاء وفي الستر. ويطلق ويراد به في لغة العرب الصرف، يقول: صرف الشيء عن جهته وعن حقيقته، هذا السحر. ويقولون في من كلام العرب: ما سحرك عن هذا العمل، يعني ما صرفك عنه. فالسحر يطلق إما على الخفاء واللطف والدقة، أو يطلق على صرف الشيء عن جهته، هذا في لسان العرب. أما في الشرع فهو يطلق ويراد به أمران: أمر هو الغالب أو هو الأكثر أو هو الجميع، وهو رقى وطلاسم وشعوذات ونحو ذلك يفعلها الساحر يتقرب بها للشيطان ليضر المسحور، رقى طلاسم نفس ونحو ذلك. ويطلق أيضا ويراد به عقاقير وأدوية وأدهان يصيب بها الساحر بدن المسحور فيضره طبا، هذا السحر، وهو من أعظم الجرائم على الإطلاق. ولذلك اتفق أهل العلم على تحريم تعليمه وتعلمه، وتنازعوا في التكفير في الكفر. وقد سحر سيد الخلق عليه الصلاة والسلام سحرا لم يعد إلا على بدنه، لا عاد على الوحي ولا على العقل ولا ذلك. تقول عائشة كما في الصحيحين: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، وفي لفظ: يخيل إليه أنه أتى نساءه ولم يأتهن عليه الصلاة والسلام. ثم دعا يوما، دعا مين؟ دعا الله أن يعافيه، لأنه يعرف أنه ممرود عليه الصلاة والسلام. ثم دعا، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أفتاني يعني أخبرني ما طريق العلاج. أتاني ملكان فقعد أحدهما عند رأسه وقعد الآخر عند رجله عليه الصلاة والسلام. فقال الملك للآخر: ما وجع الرجل ده، في إيه ده؟ فقالوا: مطبوب. الملك يقول مطبوب يعني مسحور. فقال الملك: من طبه؟ مين اللي سحر؟ فقال: لبيد بن الأعصم اليهودي. ظن هذا شأن اليهود على مر الزمان، ما يعرفون إلا السوء. صحيح،
القرآن يأكلها الربا و... وفي السنة هكذا. والمرأة التي سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم شر مستأصل في نفسه. قال لبيد ابن الأعصم اليهود قال وفيما يعني سحر في إيه؟ قال في مشط مشط ومشاط بقايا الشعر وجف طلعة نخل ذكر، الوعاء هذا اللي يكون على طلع النخل. فقال وأين طبه؟ فين السحر؟ قال في بئر ذي أروان أو أذروان. قالت عائشة فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا البئر وجاء يصف البئر يقول كأن ماءه نقاعة حناء وكأن نخل هذه البئر رؤوس الشياطين. فقالت عائشة يبدو أنه مكان مأوى للشياطين، مأوى لليهود، مأوى لأعمالهم وصنائعهم القبيحة. فكطبع هذا طبعه يعني يكون نخله كأنه رؤوس الشياطين. شفت النخلة لما يكون خلاص انتهت وطالع هكذا. فقالت عائشة أستخرجته يا رسول الله؟ يعني طلعته من مكانه؟ فقال عليه الصلاة والسلام لكريم طبعه وحسن خلقه أما أنا فقد عافاني الله، وفي لفظ فقد شفاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمر بدفنها. ما أخرج السحر ولا صنع شيء، ولكن اكتفى بأن الله عافى وأنه أمر بدفن هذه البئر. ثم جاء أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقيه يقول أشتكيت يا محمد؟ تعبت، بسم الله أرقيك من شر كل داء يؤذيك، من كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك. وجاء أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم المعوذتين، كلما قرأ آيا حلت عقدة. فهذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وسيد المتقين وخاتم الرسل والمرسلين، تصيبه هذه المصيبة أن يصحى. لكن أهل العلم الكبار يقولون هذا السحر لم يتجاوز بدنه وظواهر جوائحه، أما أن يعتقد أن هذا السحر نال من الوحي أو انتقص من النبوة أو أصاب عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كلام المبتدعة الذين أنكروا الحديث، قالوا هذا يقدح في نبوته، ما نعرفش الوحي ده يمكن يكون رقم سحر، فهذا يقدح فننفي الحديث. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه الأسقام والأوجاع والأمراض ويصيبه السم أليس قد سم عليه الصلاة والسلام، ويصيبه التعب وينسى إنسان، هذا من جملة الوجع الذي أصابه. أما أن يعتقد جاهل مبتدع أن الحديث بالرغم من كونه في الصحاح حديث منكر ضعيف لكونه يقدح في نبوة رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قبل السحر بقرآنه وسنته المباركة، وهو هو بعد السحر، لم يتغير شيء من الوحي، إنما هذا الشيء كما جاء في الصحاح أنه يخيل إليه أنه آتى نساء، هذا غاية السحر، وهذا قد يصيب الإنسان. يعني أنت تستيقظ أحيانا من نومك وأنت لست في مقام النبوة، مقام عاد، وتشعر أن عليك اغتسالا لأنك تعتقد أنك جمعته بالأمس، ولا حصل، يحصل أو يحصل، يحصل تقوم وربما اغتسلت، وبعدين تجي للأهل تقول لك تغتسل من إيه، تذكرك أنه ما حصل شيء، فيصيبك هذا. فكن يبتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، ويريد الله تعالى إثبات بشريته عليه الصلاة والسلام حتى لا يغلو فيه أحد، ليس ببعيد، وقد حفظت وعلم واجمعت الأمة أيضا على عصمته صلى الله عليه وسلم، أنه لا يمكن أن ينال الوحي شيء أبدا، والوحي محفوظ والقرآن محفوظ والسنة محفوظة، لا مجال لهذا العبث. مثل ما قالوا في قصة عائشة كيف تزوجها 9 سنوات و6 سنوات، هذا عبث. هذه الأحاديث في البخاري ومسلم، نعم نقول قد يوجد في البخاري ومسلم حديث ضعيف ونحو ذلك، لكن هذا لا يستخرجه إلا الأئمة، ابن عبد البر، ابن حجر، الشافعي، كان أئمة، بلاش الشافعي، الشافعي قبل البخاري ومسلم، لكن أئمة الإسلام الكبار المحققون من المحدثين من الفقهاء هم من يستخرجون هذا. أما يأتي عيل لا يعرف كوعه من كرسوعه يقول هذا حديث فيه وهذا فيه، مثل أمثال البحيري ولا شو اسمه هذا وأمثال هؤلاء، يقدحون في السنة ثم الضر على القرآن، هي القضية عندهم مخططات مراحل، لكن الحمد لله، ويمكرون ويمكر الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. المهم يا أخوان، هذا أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر جوارحه وبدنه، لم يتعدى إلى قلبه ولا إلى عقله ولا إلى الرسالة ولا إلى النبوة. فالسحر
أمره عظيم وشأنه خطير. أعظمه هو ما كان من جنس الرقى والطلاسم التي يتوصل بها الساحر إلى الشيطان يتقرب. احنا قلنا من قبل في الكهان لا يمكن أن يصنع لك شيئا أو هو يقوى على فعل شيء من فعل الجان إلا بالكفر. فكذا الساحر لا يمكن أبدا أن يتوصل لفعل شيء إلا أن يكفر بالله أو برسول الله أو يعظم شعائر الشيطان أو يكفر بمعلوم من الدين بالضرورة ونحو ذلك. إن فعل ذلك عقد الشيطان مع هذا الساحر صفقة مباركة على حد زعمه عليهم فيفسدون بها الدنيا. ولذلك تنازع أهل العلم في كفر الساحر الذي يستعين بالشيطان. جماهير أهل العلم يستدلون بهذه الآية أن أن الساحر الذي يتوصل إلى سحره بطلاسم وعقد ورقى وشعوذات شيطانية أنه كافر. وما كفر سليمان، اليهود تقول سليمان ساحر، ومن لازم سحره أن يكون كافرا. ولذلك لما نفى الله تعالى عن سليمان الكفر كان نفيا لكونه ساحرا، ولكن الشياطين كفروا بما يعلمون الناس السحر. حتى الملكان ببابل هاروت يقولون لا، إنما نحن فتنة أرسلنا الله إليكم ابتلاء وفتنة فلا تكفر بتعلم السحر، أنت علمت على رأسك. فجمهور أهل العلم على أن الساحر الذي يستعمل في سحره الطريق الشيطاني كافر، ولا شك أن هذا راجح جدا خلافا الإمام الشافعي رحمه الله الذي يقول لا يصل لحد الكفر، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله وسنى بالسحر، ولو كان السحر من الشرك لكفى يعني أن يكون شرك بالله، لكن هذا محل نظر. واستبعد أن يثبت هذا عن الإمام الشافعي رحمه الله بنفسه لأنه من أهل اللغة، ومعلوم أن العطف بالخاص على العام لا يستلزم انفراد ولا تخصيص، بل يكون هذا داخلا في هذا، ولكن نص على السحر بعد العام من أجل تأكيده. وأنا قلت لكم من قبل هذه قاعدة هامة، أن تخصيص فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعد تخصيصا. أنا لو قلت الآن أعطوا كل الحضور كتابا ثم خصصت الشيخ عادل بنفس الكتاب، هل هذا الآن اختص عادل بحكم المغاير أو حكم الناس؟ حكم الناس. طب لماذا نصصت على الشيخ عادل؟ ربما لحرصه الشديد، لأنه أكثر متابعة، لأنه يكتب إلى آخره. فإذا اختصاصه عادل فتخصيصه عادل في الذكر لا يعني اختلافه في الحكم، فحكمه موافق للعموم غير أنه اختص بمزيد فضل. فهمنا؟ فكذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشرك بالله ثم يعقب بالسحر لا يبعد أبدا أن يكون السحر داخلا في الشرك. فالأقرب والله أعلم أن السحر الذي يتقرب به العبد إلى الشيطان فيستلزم رقية شيطانية أو طلاسم شيطانية هذا كفر ولا شك، تعليمه وتعلمه وسلوك الطريق إليه. طيب الآن علاج السحر سمعتوه، قراءة آية الكرسي، قراءة خواتيم سورة البقرة، قراءة سورة الكافرون، المعوذات، الإخلاص، ما جاء في سورة موسى ما إنما ما صنعتم، شو الآية؟ ما صنع إنما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر. حيث أتى يقول أهل القراءات الأكثر علما بهذا يكررون هذه الآية، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ما جئتم به السحر يكررونها، وألقي السحر الساجدين هكذا. وأيضا جاء علاج للسحر بالسنة بطريق حسي، وهو ما في الصحيح من حديث جابر أن النبي عليه السلام قال من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. وهذا علاج حسي، وهو من هدي من الطب النبوي يفعله العبد وهو موقن بالسلام. وأيضا جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقرؤون في ورق السدر، يضعونه في ماء ويقرؤون فيه آيات من كتاب الله ثم يغتسلون به. على كل حال هذه الطرق الشرعية. هناك طريق لعلاج السحر ولكنه محرم، فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وأبي داود عن النشرة، والنشرة حل السحر بالسحر، موجود ولا مش موجود؟ هو الموجود
مش موجود. هو الأساس عند عامة على الأقل في مصر، الأساس عند عوام الناس إما زار ويجي واحد مخبول يقعد يهز براسه والمسكينة يجيبها الشيطان يلبسها فتعتقد أن الشيطان يخرج. هو جاء حضر لهذا المجلس الشركي الكفري الذي فيه استعانة بغير الله. أو تذهب للساحر وتقول والله أنا مسحور ولا عنده ذاك اليقين بالله جل وعلا ولا برسول الله، أو جاهل ويقول له حل لي هذا السحر. بعض السحار قد يكون عنده من القدرة لأنه يتواصل بالجن وتواصل بشياطين الإنس وشياطين الجن. فالمسؤول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا عن النشرة وهي حل السحر بالسحر قال هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان، يعني إذا نسبت للشيطان فهذا يعني أنها محرمة. فإن قال قائل لم يثبت أن سعيد بن المسيب وأن الإمام أحمد رحمهم الله أباح النشرة، فأجاب عن هذا أهل العلم بأحد جوابين: الأول عدم الثبوت سندا وصحة، ويبعد عن إمامين كهذين الرجلين الفحلين في السنة أن يبيح علاج السحر بالسحر وهو طريق شركي. وقالوا الجواب الثاني: أو أنهما استعملا النشرة بالمشترك اللفظي، لأن النشرة تطلق على حل السحر بالسحر وتطلق على حل السحر بالرقية الشرعية، فربما أرادوا أراد بهذا اللفظ الرقية الشرعية لا النشرة التي هي حل السحر بالسحر. وهذا ولا شك أنه صواب، ومتى ثبت عن كائن ما كان ما دام النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عنها قال هي من عمل الشيطان فإنه يكفيك، يكفيك هذا أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وحي لا ينطق عن هوى، فما قاله وسلم مقدم على كل أحد. بعض الناس يعني يغلبه الجهل بشكل عجيب. سألني أحد الإخوة الحنفية من أهل باكستان قل أنا أحتار الآن لو وجدت الخلاف بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين أبي حنيفة هكذا أتبع من؟ بعضهم يعظم أبا حنيفة والبعض الثاني عنده فهم آخر يقول أنا أعلم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم بس عندي قناعة بذكاء من أبي حنيفة ولا يمكن لا يخالف النبي، فهذا يبدو لي أنا خلاف لكنه من حيث الحقيقة موافقة بين أبي حنيفة وبين رسول الله. فأنا لما بتبع أبو حنيفة لا أعني تقديمه على رسول الله ولكن أعني تقديم فهمه على فهمي أنا. فهمين إزاي؟ يقول أبدا أنا عارف أن النبي مقدم، لكن البعض بالفعل يعظم لدرجة هذا الوهم وهذه الحيرة وأنا مش عارف والله، يعني عندهم إمام حتى يقول الإمام الأعظم أبو حنيفة، فيعني يقع في هذا. لكن على كل حال ما دام صح عندنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على كل أحد. طيب كفر الساحر فهمته وأن الخلاف بين الجمهور والشافعية، والصواب أنه لا يكفر إلا إذا استعان بالشياطين بطريق محرم، أما إن استعان بأدوية وعقاقير ونحو ذلك وضر المريض أو المسحور لأنه لا يتصور حقيقة هذا السحر الذي يفرق به بين المرء وزوجه، وهذا أعظم ما يفعله الشيطان تفريق بين الرجل وامرأته، ويسمى الصرف والعطف، يصرف الرجل عن امرأته أو يصرف المرأة عن زوجها أو يصرف الولد عن أهله أو يصرف الولد عن المسجد لا قدر الله أو يصرفه عن الجامعة والدراسة ونحو ذلك. حدثني رجل يقول ابني من أوائل سنة العامة ودخل، كان مفترض يخش طب، دخل صيدلة باختياره، يقول ولا يكاد يقتل الجامعة خطوة بس حاجة ترد ويرجع إما عين وإما سحر فيصرف، والرجل لا يتحمل يرى امرأته وكانت أحب النساء إليه. والله رأينا رجالا كانوا يعشقون زوجاتهم عشقا عظيما ابتلوا ابتلاء عظيما بالصرف عنه ما يتحمل يراه، وكذا نساء تنصرف عن زوجها. فهذا الصرف والعطف لا يتصور أن يكون نتيجة لسحر العقاقير والأدوية، لا يتصور أبدا إلا بطريق شيطاني. أما العقاقير والأدوية فغايته يضره في بدنه ونحو ذلك، فهذا يعني إن أذى الناس لدرجة الموت فالحكم عليه بالكفر والقتل هو الواجب، هو الواجب لأنه يدفع الناس. ولذلك يقول أهل الفقهاء الساحر يقتل دفعا من باب دفع الصائل. تعرف يعني دفع الصائل؟ هذا باب في الفقه الإسلامي اسمه دفع الصائل،
يعني دفع المتعدي. الرجل يأتيك بيتك فيأخذ مالك، قال إن قتلته فأنت جاي دفع صائل، حتى قالوا النمل يهجم عليك، ادفعه بالحصن، وإلا قال ادفعه بالقوة من باب دفع الصائل لأنه تعدى، والأعمال زقه ما فيش فايدة. وقد جاء في الحديث هل نملة أو في أن كرستك نملة واحدة أهلكت أمة من الأمم تسبح، هل كان نملة واحدة يعني كرستك بس، فإن لم تندفع إلا بالموت اقتله. فهذا يسمى دفع الصائل. يقولون هذا الساحر الذي لا يستعمل الكفر ولكن يضر الناس، نسأل الله السلامة والعافية، فيهم ضرر بين، البنت تنتهي بسبب أنه أخذ شيء من شعرها ووضعه في سمكة ثم وضعه في حجرة ولا ما أدري إيش ورماه في البحر، يعني حتى الوصول إليه مستحيل من استئصال الشر في هذا. فهذا لو لم يحكم بكفره فلا شك أن قتله على الحاكم متحتم، لأن هذا شر عظيم ومستطير، بل يفقد الناس ثقتهم بالله، يضطر يلجأ للطريق المحرم ويروح للساحر يشوف كل ساحر إلى آخره. طيب إذن قتل الساحر الآن إن كان من الكفار فلا شك أن قتله متعين، أما الساحر دون ذلك فلا يقتل إلا إن رأى الحاكم المصلحة في قتله، فيترك هذا لحكم القاضي أو الحاكم أو كان حاكم شرعي أو ذلك في دولة إسلامية. المفترض يكون هناك أهل فتوى، يعني مثلا تصدر فتوى من الأزهر بأن هذا الرجل لاستطالة شر في المسلمين أو في غير المسلمين، ولو كان بالدواء بعقاقير ما بيعملش حاجة تانية يقتل، فإن صدرت فتوى بذلك فعلى الحاكم طاعته في ذلك. طيب هناك نوع ثالث من السحر، وهو السحر بنشوفه في التلفزيون الآن، اللي يجيب واحدة شو أهل الصين، أنا إلى الآن مش مستوعب أو ما أدري يرمي فيها إيه. المهم هذا السحر هل هو من جنس السحر الذي نحن فيه؟ أنا أسألكم الآن، أو خفة إيد وسرعة وذكاء وحركات بصرية، هذا الأظهر والله أعلم، ولذلك أهل العلم يكون هو حرام، هذا حرام، لكن ليس لا من الكفر ولا يقتل فاعل، إنه غايته مهارة وقد تكون مهنة، وليس المقصود ضرر الناس أصلا، بس إبداء أنه يعني من أهل الفن وأهل المهارات وعنده ما ليس عند غيره. وقد رأينا أشياء عجيبة، أنا كنت رأيت رجل يرفع هكذا الدولار يرميه ويفضل يمشي بإيده، إيده بعيدة. فمثل هذه الأشياء مهارات لا تدخل في السحر بتاعنا إلا من باب الحكم، وأنه يحرم هذا النوع من السحر لعموم الأدلة. إذن يا أخوان السحر كتابا وسنة محرم، ولا يجوز تعاطيه لا تعليما ولا تعلما ولا علاجا، وعلى من يصنع هذا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، لأن أمر عظيم جدا. ورأينا أسر شتتت وشبان ضاعوا وانتهوا ورجال ضلوا، وتسمع واحد يقول لك أنا كنت من أهل القرآن والله ما أكاد أفتح المصحف أو أفتحه أنام، فلا يبعد أن يكون مسحورا أو محسودا. ولذلك على المسلم حتى يسلم من هذا، وأمر الله يصيبه بكل حال، أن يلزم أذكار الصباح والمساء، وأن يلزم الدعاء بالعافية، وأن يلزم قراءة سورة البقرة لا تستطيعها البطلة الشررة السحرة. فإن لزمت هذا، هذه الأسباب الشرعية، إن أراد الله أن يصيبك بشيء أصابك، وما هم بضارين بأحد من أذن إلا من أحد إلا بإذن الله. إن أراد الله أراده، وقد أراده في سيد خلقه عليه الصلاة والسلام، فإن أراده فيك أراد، ولكن على المسلم أن يلزم الطريق الشرعي للحماية من التعرض.